السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده نشاركها معكم. باذنجان مقلي كيعجبني بزاف ورائع. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا جوج نجالات قطعتهم كما كتشوفوا بحال هكا، عفوا قشرتهم، وغادي نجيب وغادي نقطعهم بحال هكا دوائر، ما يكونوش غلط بزاف وما يكونوش رقاق. كتلاحظوا معايا بحال هكا الطنجره كيجي رائع بزاف وبنين، ما كيشربش الزيت، يجي واحد الذوق مختلف. حتى اللي ما تيعجبوش الدنجال يذوق هاد الطريقه يولي كيعجبو، ما يستغناش عليه ان شاء الله. ما تلاحظوا معايا نقطعو بحال هكا، ولا درت جوج دنجالات كل واحد على حساب افراد الاسره ديالو، اللي بغى يزيد ولا اللي بغى يدير غير وحده، واحد على حساب شنو بغى. كما كتلاحظوا معايا غادي نوضعو بحال هكا في الشبكه باش يقطر. من بعد غادي نجيب ربع ملعقه صغيره من الابزار، ديرها عليه بحال هكا، وغادي ندير واحد ملعقه صغيره غير مملوءه من الملح كما كتلاحظوا معايا، ديرو بحال هكا باش تدخل فيه ديك الملحه والابزار. وغادي نخليه بحال هكا في الشبكه تمن واحد 20 دقيقه ولا المهم شحال ما كان عندكم داك الوقت، كيستقطب وكيخرج هذاك الماء ديالو، وعاد نكملو ان شاء الله. من بعد درت زيت يسخن، من بعد ما الدنجال ديالنا هانتوما كما كتشوفوا راه استقطر، جبت شويه نتاع البيض مع الحليب ودرت القليل من الملح والقليل من الابزار، وغادي نغمسو فيه بحال هكا مزيان كما كتلاحظوا معايا. غادي نجيب السميده الرقيقه اللي كنديرو بها الحرشه، وغادي نغمدو فيها مزيان، وغادي نوضعو فوق الزيت. غادي نستمر حتى نكمل الوحدات ديالي. من بعد نخليوه حتى يتحمر لينا كما كتلاحظوا معايا هو كيتقلى، ونخليوه حتى يتحرق، وراه كيجي ناشف ما كيجيش فيه الزيت، ما كيجيش كاع شارب الزيت. وغادي نستمر حتى يتحمروا ليا الوحدات ديالي ونتلاقاو في الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال ديالنا. شوفوا كيف كيجي معايا، كيجي رائع بزاف وبنين، كيجي ناشف كما كتشوفوا معايا من الداخل، ما كيجيش كاع شارب الزيت. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره غادي يزور القناه يدير ابوني باش ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء لفيديو اخر ان شاء الله.